السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، أهلا بيكم في المحاضرة رقم 11 من محاضرات كورس المحاسبة المالية. وإن شاء الله في المحاضرة دي هنكمل كلامنا عن الأصول الثابتة. كنا في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الأصول الثابتة الملموسة أو التانجبل أسيتس، اتكلمنا عليها من أول ما بنشتري الأصل لحد ما بنبيعه. النهاردة برضو هنتكلم عن الجزء الثاني اللي هو الأصول الثابتة الغير ملموسة أو الانتانجبل أسيتس. إن شاء الله تبقى محاضرة سهلة وممتعة كده للجميع، ويلا نبدأ عشان ما نبقاش طولنا وقت في المقدمة. طيب، كالعادة عشان أعرف أي معالجة محاسبية بتاعت أصل أو أي عنصر من عناصر القوائم المالية لازم أفهم العنصر ده. عشان كده أنا بدأت معاكم بتعريف الانتانجبل أسيتس بكل بساطة وبالبلدي كده. يعني إيه انتانجبل أسيتس بكل بساطة؟ هو عبارة عن إيه؟ قالك هو عبارة عن أصل شركتك بتمتلكه بس ملوش physical substance. يعني إيه ملوش physical substance؟ يعني ما تقدرش تشوفه ولا تلمسه. يبقى هو أصل الشركة بتاعتك بتمتلكه بس lack of physical substance، ملوش مكان، ملوش وجود فعلي. يعني وجوده الفعلي ده مش موجود فعليا. يعني زي إيه؟ زي مثلا أنت عندك الأراضي مثلا، دي موجوده فعليا صح، ده ليها فيزيكال سبستانس، عشان كده بقول عليها هي ايه تانجبل اسيتس. طيب اجهزه الكمبيوتر دي ليها فيزيكال سبستانس او وجود فعلي، فعشان كده بقول عليها ايه تانجبل اسيتس. المباني ليها فيزيكال سبستانس، عشان كده بقول عليها تانجبل اسيتس. يبقى اي حاجه ملهاش وجود فعلي هي دي الانتانجبل اسيتس. طب زي ايه بقى؟ قال لك زي اول حاجه اللايسنس او الترخيص. لو أنا دلوقتي عايز أروح عايز أعمل أبني مصنع، تمام، ورحت اشتريت حتة أرض عشان أبني عليها المصنع، لازم أول حاجة أطلع ترخيص إيه؟ أعمل ترخيص للأرض دي، أرخص الأرض دي. تاني حاجة أعمل ترخيص بناء. تالت حاجة ترخيص مزاولة نشاط. فكل دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن tangible assets أو أصل غير ملموس بيظهر عندي في الميزانية في الايه تحت الايه الاصول الثابتة، تمام. طب تاني حاجة البيتنس او براءة الاختراع، ودي برضو عبارة عن ايه؟ احنا دلوقتي العالم كله بيعاني من مرض الكورونا، ففي شركات كبيرة في الدول العظمى زي المانيا وانجلترا والصين واليابان، الدول دي في شركات فيها بتاعت أدوية بتعمل دلوقتي أبحاث ودراسات وبتحاول توصل لإيه؟ لعلاج للكورونا. طب لو نفترض إن في شركة ألمانية وصلت لعلاج للكورونا، بتعمل إيه الشركة دي؟ بتروح للحكومة بتاعتها بتقول لها يا حكومة أنا وصلت لعلاج للكورونا وعايز أعمل براءة اختراع عشان مش أي حد يروح يصنع العلاج ده ويبيعه في بلده. فأي شركة تانية عايزة تصنع العلاج ده تيجي تشتري مني براءة الاختراع دي، فبتروح الحكومة فعلا مسجلة لها براءة الاختراع. يبقى ما ينفعش شركة مصرية تروح كده من نفسها تعرف طريقة العلاج وتصنعه وتبيعه، بيحق ساعتها للشركة الألمانية اللي هي ترفع عليه دعوة قضائية. فهي دي براءة الاختراع، فبتعتبر إيه؟ بتعتبر intangible assets، بتظهر برضو في الميزانية تحت إيه الفيكسد assets. الكوبي رايت او حقوق النشر، يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي ممكن واحد يجي يطلب مني يقول لي يا مستر محمد ما تنزل لنا كتاب السي ام اي بتاع جلايم كله على صفحتك الشخصيه. هرفض. ليه؟ لان الكتاب ده مملوك او بتاع شركه معينه، الشركه دي هي اللي عامله الكتاب ده ومنزلاه للبيع. ما ينفعش انا اروح اشتريه ببلاش، اشتريه سوري بفلوس وانشره لكم انتوا ببلاش كده تنزلوه، يحقلها الجزيني، لان هي معاها كوبي رايت مسجلها في الحكومه. هي لما عملت الكتاب راحت للحكومه بتاعتها قالت لها انا عايز اسجل حقوق نشر عشان اي حد ينشر الكتاب ده غيري اقول ايه تعدي على حقوق النشر. كذلك لما بتشوفوا ال فيديوهات مثلا على اليوتيوب، مسلسلات رمضان كانت الاول بتنزل على اليوتيوب عادي، دلوقتي ما بقتش تلاقيها على اليوتيوب. ليه؟ عشان الكوبي رايتس. دلوقتي بقى بيحق لشركه الانتاج اللي هي تجازي اي حد او تقاضي اي حد يسرق
الحاجات بتاعتها وينزلها كده للناس، عشان الناس بدأت تتفرج على اليوتيوب، وايه اليوتيوب بقى بيجيب المسلسل من غير اعلانات، وما بقاش ايه طبعا المسلسل اصلا معمول على التلفزيون عشان الاعلانات، فبالتالي ده قصه الكوبي رايت. طيب الفرانشايز بقى يعني ايه؟ يعني الامتياز. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي لو حضرتك موجود في مصر او في الوطن العربي، هتلاقي في فروع لمطاعم عالميه موجوده في مصر او الوطن العربي. زي ايه؟ زي مطعم دجاج كنتاكي، زي مطعم بيتزا هات، زي مطعم ماكدونالدز. طبعا لو انت في الوطن العربي ومعدي من جنب اي مطعم من المطاعم دول، ممكن كده ما فكرتش تسأل نفسك سؤال، هل المطعم ده هو فعلا ملك للشركة الام اللي موجودة في البلد الاوروبية، ولا هو ايه قصته؟ لو سألت نفسك السؤال ده وما لقيتش اجابة، تعال انا اجاوبك دلوقتي. هو ما بيبقاش ملكي للشركة الأم، هو بيبقى عبارة عن مستثمر. المستثمر ده بيخاطب الشركة الأم دي بره، يقول لها أنا عايز أفتح فروع للمطعم بتاعك هنا عندي في مصر أو في السعودية أو في الإمارات، فتقول له أنا موافقة، بس أنا هديك امتياز ده مقابل فلوس. يعني أنا هديك ورقة مني بتقول لك أنا موافقة إن أنت تفتح فروع باسمي في مصر أو في السعودية أو في أي حتة أنت عايز تفتحها، مقابل تديني مليون دولار سنويا. فالورقه دي اسمها فرانشايز او امتياز، بتعتبر بالنسبه للشركه انتانجبل اسس او اصل غير ملموس. اخر حاجه تريد مارك. طب دلوقتي انتوا عارفين ان كل محل من المحلات او اي براند عالمي ليه علامه كده تجاريه، يعني ماكدونالدز ليه علامه التجاريه بتاعتها حرف الام. ما ينفعش دلوقتي اي مطعم يفتح يروح واخد اللوجو بتاع ماكدونالدز حطه عنده. يحق الماكدونالدز اللي هي ترفع عليه قضيه سرقه علامه تجاريه، فعشان تعمل كده بتروح تشتري العلامه التجاريه دي من الشركه، فبالنسبه لك العلامه التجاريه دي بتبقى اسمها انتانجبل اسيتس. يبقى احنا كده قلنا الاصل الغير ملموس هو عباره عن اصل ملوش وجود فعلي، تمام؟ وقلنا أمثلة ليه زي اللايسنس والباتنس والكوبرايت والفرانشايز والتريد ماركس. طب أنا دلوقتي لو اشتريت، لو أنا عندي أصل غير ملموس، بيظهر في أول كود كده، الكود اللي أنا بعمله بيه، الكود اللي هو أول كود خالص، بيظهر بإيه؟ زيه زي إيه؟ زي التانجبل أسيتس، بيظهر بالهيستوريكال كوست. دي ما فيش عليها جدال. طب الهيستوريكال كوست دي بقى بتختلف من شركة لشركة. يعني ايه بتختلف من شركة لشركة؟ تعالوا كده ناخد مثال خارجي عشان نوضح النقطة رقم B والنقطة رقم C والنقطة رقم D. لو انا النهاردة قلت شركة ألمانية، عندي شركة ألمانية اكتشفت علاج لمرض الكورونا، فالشركة الألمانية دي راحت للحكومة بتاع بلدها قالت لها يا government أنا عايز أسجل براءة اختراع للدواء ده، ومحدش غيري يقدر يصنعه إلا بإذن مني. فالحكومة قالت لها خلاص عشان تسجلي براءة الاختراع ده دي أنا عايز منك 900 مليون جنيه. والمحامي اللي هيتولى موضوع الكلام ده، اللي هيتعامل مع الحكومة ويبتدي هو اللي يتولى عملية التسجيل، هياخد 100,000 جنيه او 100 مليون او 100,000 جنيه، سوري، او 100,000 دولار. فبالتالي التوتال الهيستوريكال كوست هتبقى هنا ايه؟ مليون جنيه. قال لك يبقى انت بتسجلها بايه؟ بمصاريف التسجيل واتعاب المحاماه. فبتقول من حساب التنجبل اسيتس بمليون، هتزيد بمليون والكاش هيقل بمليون. طب ثواني، دي هجيلك فيها دلوقتي، الكود ده هجيلك فيه دلوقتي، تعالوا نخفيه كده نعلم عليه بالاسود وهنجيله دلوقتي. يبقى لو شركة ألمانية هي اللي اكتشفت العلاج ده
بتروح للحكومة تسجل براءة اختراع، بتدفع أتعاب محاماة 100,000 وبتدفع 900,000 legal fees أو مصاريف تسجيل أو registration fees، بيسموها legal fees أو registration fees، وبتسجله بإيه؟ بالhistorical cost اللي هو بيبقى عبارة عن إيه؟ registration fees أو legal fees plus other fees اللي هي lower fees. تمام؟ جت عندي الشركة المصرية، شركة أدوية مصرية، قالت لك يا بعد إذنك يا شركة ألمانية أنا عايز أشتري براءة الاختراع بتاعتك دي، أنا عايز أنا كمان أصنع، الناس عندي في البلد بتموت، أنا عايز أصنع العلاج ده، فبعد إذنك بعيلي براءة الاختراع ده دي بتاعتي. فراحت الشركة الألمانية قالت لها إيه؟ قالت لها خلاص أنا موافقة أبيعها لك ب1,200,000 جنيه أو 1,200,000 دولار. طب فراحت الشركة المصرية دفعت لها 1,200,000 دولار واشترت منها براءة الاختراع. لازم براءة الاختراع دي الشركة المصرية تروح تسجلها عند الحكومة. ليه لازم تروح تسجلها عند الحكومة؟ لأن بكل بساطة ممكن الشركة الألمانية بعد سنة تروح ترفع دعوى قضائية على الشركة المصرية تقول لها دي سرقت براءة الاختراع بتاعتي، أنا مش بايع لها حاجة. فلازم تثبتها عند الحكومة عشان كده تثبت إيه الكلام ده، عشان لو جت الشركة الألمانية حبت تستعبط على الشركة المصرية فالشركة المصرية تقول لها لأ بعد إذنك أنا اشتريته منك ومسجلها عند الحكومة بتاعتي. فالحكومة مثلا قالت لها أنا عايزة مصاريف تسجيل 24,000 دولار كنسبة مثلا 2% من ثمن الايه البيتنس دي، فكده الهيستوريكال كوست بكام؟ ب1,224,000. فبتروح تسجله بايه؟ ب1,224,000 في دفاتر. فهنا الشركه الالمانيه اسمها internally developed، يعني هي اللي اوريدي عامله براءه الاختراع دي. فلو هي internally developed بتسجله بالريجستريشن فيز واي فيز تانية اللي هي لور فيز بقى، دفعت بقى رشوه عشان تسجله عشان تسرع عمليه التسجيل، احنا خلينا نسميها اذر فيز، ما نسميهاش اي فيز ايه، ما نسميهاش ايه لور فيز، يعني خلينا نسميها اذر فيز، بس انا عشان التسهيل سميتها لك لور فيز، مصاريف اتعاب محاماه. لكن هو ممكن يبقى فيه جنب اللور فيز كمان مصاريف دفعت رشوه يا عم عشان تسجل تسرع عمليه التسجيل. طب فالانترنت ديفلوب بتسجل بالريجستريشن فيز والاذر فيز، ده الهيستوريكال كوست بتاعتها. لكن الشركه المصريه دي بتعتبر اكسترنالي اكوايرد، هي راحت اشتريتها مش هي اللي معاملاها، هي راحت اشتريت براءه الاختراع دي، فبتسجلها بايه؟ بالاكوزيشن كوست اللي هي الفلوس اللي دفعتها عشان تشتري زائد ايه الليجال فيز او الريجستريشن فيز. طب تعالوا نرجع للسلايدز تاني. فبيقول لك هنا في السلايدز لو هي اكسترنالي اكوايرد قالك بتريكورد ما بين بالاكوزيشن فيز بلس اني اديشنال كوست اللي هي الليجال فيز. طب لو هي انترنالي ديفلوب قالك بتريكورد بيه بالليجال فيز او الريجستريشن فيز اللي هي المصاريف اللي دفعتها عشان تسجل. لو نلاحظ هنا بيقولك ايه، بيقولك طب الريسيرش اند ديفلوبمنت الار ان دي نظامها يعني ايه؟ الريسيرش اند ديفلوبمنت او الار ان دي، تعال نظهر بقى دي اللي احنا كنا خافينها نظهرها. قال لك يا عم الحاج الشركة الألمانية دي عشان تروح الشركة الألمانية، خلينا ناخدها تحت كده عشان الناس ما تلخبطش. قال لك الشركة الألمانية دي يا عم الحاج عشان توصل لبراءة الاختراع دي عملت ايه؟ عملت حاجة اسمها أبحاث ودراسات وتجارب R and D، يعني قعدت تعمل تجارب والتجارب دي كلفتها فلوس. فلنفترض التجارب دي كلفتها 100,000 دولار. قال لك ليه هنا وانا بحسب الهيستوريكال كوست ما خدتش الار اند دي في الحسبان؟ ال 100,000 دولار دول ما خدتهمش في الحسبان وبقى هنا الهيستوريكال كوست ب 1000 بمليون و100. قال لك طبقا للجاب او معايير المحاسبه الامريكيه بتقول لك يا عم الحاج مصاريف الار ان دي دي ده اكسبنس، مصروف ما بيدخلش ضمن تكلفه الانتنجبل اسيتس، يعني ده مصروف بيظهر في القوائم في ايه في قائمه الدخل ملوش علاقه بالار ان دي دي خالص.
وهنشوف الكلام ده في مثال مجمع دلوقتي. يبقى أنا بس عايز أفهمك، هي لو أنت internally developed بتسجلها بالهيستوريكال كوست وبتحسب الهيستوريكال كوست ده إزاي، ولو أنت externally acquired بتسجلها بالهيستوريكال كوست وبتحسب الهيستوريكال كوست إزاي. يبقى طريقة الهيستوريكال كوست بتختلف لو أنت internally developed عن اللي أنت external acquired. لو أنت اللي عامل الباترنز دي، أو أنت اللي عامل لو أنت عامل الانتنجبل أسيتس ده، فأنت بتحسب الهيستوريكال كوست بطريقة. لو أنت اشتريت الانتنجبل أسيتس ده جاهز من بره بتحسبه بطريقة، لكن في الحالتين هو بيتسجل بالهيستوريكال كوست. بس المبلغ هنا كم مليون؟ المبلغ هنا 1,024,000، فبيختلف المبلغ بتاع الهيستوريكال كوست. يبقى أنا كده عرفت لك الانتنجبل أسيتس بالتفصيل، وقلت لك ازاي تحسب الهيستوريكال كوست لو انت اكسترنالي ديفلوب، لو انت اكسترنالي سوري اكوارد اشتريته من بره، او انت عملته فعلا بالفعل بنفسك، صنعته في شركتك، او بدات انت اللي ابتكرته. طب واتكلمت لك على مصاريف الار ان دي، دي قلت لك دي ما بتدخلش ضمن الهيستوريكال كوست، دي بتعتبر لو انت انترنالي ديفلوب بتعتبر ايه الار ان دي، دي اكسبنس از انكيرد، يعني مصاريف ايه ما بتسجلش ده من الهيستوريكال كوست، بتروح على الانكم ستيتمنت على طول. طب تعال نشوف مثال للكلام ده. المثال بيقول لك ايه، ان في شركه صرفت 200,000 و300,000، ال 200,000 دول في ابحاث، وال 300,000 دول في تجارب R&D ريسيرش اند ديفلوبمنت. طب عشان توصل لايه؟ لباتنت، لبراءة اختراع. طب قال لك الكلام ده ليه؟ قال لك عشان توصل ان هي عايزة تعمل براءة اختراع، توصل لعلاج مثلا، براءة اختراع علاج، يعني هي بس اللي تقدر تصنع الدواء ده. طب فقال لك بعد ما وصلت لبراءة الاختراع راحت دفعت ريجستريشن فيز 10,000 جنيه عشان تسجله عند الحكومة، وليجال فيز 15,000 جنيه، يعني أتعاب محاماة. فبالتالي عايز يعرف هنا في السؤال، أنت هتسجل في دفاترك الانتنجبل أسيتس بكام؟ فقال لك الانتنجبل أسيتس في دفاتري هتبقى ب 25,000 جنيه بس، لكن الار ان دي اللي هي 500,000 دول ما بيخشوش معايا في الهيستوريكال كوست. الهيستوريكال كوست بتقول لك ايه؟ الفيز اللي انت دفعتها عشان تسجل زائد مصاريف المحاماة، فهم عندي ب 25,000، فالقيد عندي هيبقى ب 25,000 من حساب الانتنجبل اسيتس، هيزيد ب 25,000، والكاش هيقل ب 25,000، لكن الار ان دي هيعتبروا ايه؟ اذر اكسبنس، مصروف اخر، هيظهر ايه في الايه قائمه الدخل. يبقى هقول من حساب الاذر اكسبنس لحساب الكاش، يبقى ده حساب بالانس شيت، انما ده حساب قائمه الدخل. يبقى الار ان دي ده حساب قائمه الدخل، ما بيدخلش معايا في الانتنجبل اسيتس. طب بيقول لك ان الانتنجبل اسيتس بقى انا بظهره في الميزانيه بايه؟ بالكارينج اماونت او البوك فاليو، زيه زي الفيكسد اسيتس بالظبط. الهيستوريكال كوست بشيل منه امورتايزيشن. ايه الامورتايزيشن دي؟ قال لك الامورتايزيشن دي سيم اوف ديبريشيشن، نفس الديبريشيشن بس بتتعمل لحاجه اسمها تانجبل اسيتس، سوري للانتانجبل اسيتس. التانجبل اسيتس بتتعمل له حاجه اسمها ديبريشيشن، الامورتايزيشن هي الديبريشيشن بتتعمل لايه؟ للانتانجبل اسيتس اللي احنا شرحناها في المحاضرات، في المحاضره اللي فاتت. فسي مثلا انا دلوقتي عندي في دفاتري، لو انا بتكلم على الشركه دي عندها انتانجبل اسيتس، الشركة المصرية عندها انتنجبل اسيتس في دفاترها بكام؟ بمليون 24. المليون 24 ده لو قلنا هي خدت براءة الاختراع دي لمدة 5 سنين، فكل سنة هعمل مصروف ديبريشن بكام؟ اقول ده على ده، يبقى مصروف الامورتايزيشن سوري السنوي بكام؟ ب 244,000، والكود هيبقى كالاتي. هقول من حساب الامورتايزيشن اكسبنس
من حساب الامورتيزيشن اكسبنس الى حساب الايه الاكيوميليتد ديبريشن. بحمل الكلام ده على اكيوميليتد ديبريشن او الاكيوميليتد امورتيزيشن سوري. فبقول ايه يبقى كل سنه هعمل الكود ده هقول من حساب مصروف الامورتيزيشن لحساب مصروف الاكيوميليتد امورتيزيشن. طب بعد اول سنه هيظهر ازاي؟ مش هو عندي بمليون 24 هو عندي دلوقتي في الدفاتر في الهيستوريكال كوست بتاعته هنتكلم بقى يظهر في الميزانيه ازاي. ادي الهيستوريكال كوست الهيستوريكال كوست بتاعته بمليون كام 224 حصل عندي accumulated amortization بكام؟ بمليون بسوري ب 224 يبقى هو هيظهر بالايه؟ بالكارينج اماونت اهي هيبقى ده ماينس سوري هيبقى ده ماينس ده هيظهر عندي كده في الميزانيه الانتنجبل اسيتس انتنجبل اسيتس يبقى ده الشكل اللي هيظهر في الميزانيه. وادي هنعمل كده اهو بالانس شيت اهي 31/12/2020 حلو. طب انا دلوقتي بقى عندي حاجتين هيروحوا في قائمه الدخل في الانكم ستيتمنت اللي هيظهر هيظهر عندي حاجتين. اول حاجه الامورتيزيشن اكسبنس. تاني حاجه انا عندي انا معترف بار ان دي دي بكام؟ ب 500,000 صح؟ هيبقى اذر اكسبنس. بس كده خلاص خلص. يبقى كل سنه انا هعمل ايه؟ هعمل القيد ده ثابت نفس طريقه الستريت لاين الامورتيزيشن نفس طريقه الستريت لاين ما فيش طرق للامورتيزيشن. هي الامورتيزيشن بيعمله بستريت لاين بيزس. عشان كده اقول لك ايه اروح مزود لك هنا بيزد اون ستريت لاين بيزس. يعني مش ايه مش اللي هي الميثود بتاعت ال مالهاش بقى الاوت اليونت اوف اوتبوت والكلام ده. لا هو ستريت لاين بس زي ما انا ما عملتها كده تمام. طب قال لك الانتنجبل اسيتس عامل زي برضو التنجبل اسيتس بيتعرض لحاجه اسمها امبيرمنت قيمته بتقل. طب الامبيرمنت ده قال لك بينقسم لنوعين. فيرست تايب امبيرمنت for intangible assets which has definite useful life. في عندي intangible assets بيبقى ليها useful life معين عدد سنين معينه زي البيتنس. البيتنس دي يعني براءه الاختراع. لو انا اشتريت براءه الاختراع هيبقى ليها ايه؟ ليها عمر افتراضي معين. طب قال لك دي بتتعامل معاها ازاي؟ قال لك نفس معامله الامبيرمنت بتاع الفيكسد اسيتس اللي احنا شرحناه المحاضره اللي فاتت بس اقوله كده على السريع. قال لك اول حاجه بتعمل ايه؟ ريكفرابيلتي تيست. يعني ايه ريكفرابيلتي تيست؟ بتقارن كل الانديسكاونت الكاش فلو اللي هيجي لك من من الاصل ده ديورنج ريمايننج يوسفول لايف. يعني ايه؟ يعني انا بقول الاصل ده هيجيب لي كام فلوس في عمره الافتراضي اللي باقي؟ يعني هو باقي له 3 سنين مثلا هيجيب لي قد ايه فلوس؟ واحد يقول لي طب هو براءة الاختراع هتجيب لي فلوس؟ اه يا باشا ما هو براءة الاختراع دي هتخليني اصنع المنتج فلما اصنع المنتج وابيعه هتجيب لي فلوس. طب بقارن الانديسكاونت الكاش فلو ده او الفلوس اللي هتجيلي من باقي عمر الاصل ده بالكارينج اماونت. طب لو لقيت الكارينج اماونت اكبر فده لا الاصل ده لازم يتعمل له امبيرد. يبقى لو لقيت البتاع ده اكبر بعمل له امبيرد. الامبيرد ده عباره عن ايه؟ بشوف الكارينج اماونت بماينصهم الفير فاليو والفرق ما بينهم بعترف بيه كامبيرمنت لوس. طب تعال نفهم بقى الرغي ده وده بالمثال ده. قال لك لو شركه اشترت حقوق نشر بتاع الكتاب لمده 3 سنين. يعني الشركه اشترت تقدر تصنع الكتاب ده وتنشره لمده 3 سنين. طب
قال لك لو من حقوق النشر ده الشركة قالت هيجي لها في الثلاث سنين دول 300,000 جنيه أو 300,000 دولار من إيه؟ من الكتاب ده. يعني هي هتصنعه وتنشره في لمدة 3 سنين وهيجيب لها 300,000 دولار، هي متوقعة كده طبعا. لكن قيمة الكوبي رايتس دي كانت جايباها أو ظهر عندها في الدفاتر ب 250,000. إيه ده؟ أو سوري معلش، ب 350,000. فأقول إيه ده؟ يعني أنا عندي الأصل ده واقف عليا ب 350,000 هيجيب لي 300,000 جنيه بس؟ لا، لما قارنت الانديسكاونت الكاش فلو بالكارينج اماونت طلع الكارينج اماونت اكبر، فكده الايه الاصل ده مش جايب همه، از ان ريكفرابل يعني مش جايب همه. فبالتالي ما ينفعش افضل مخلي الانتنجبل اسيتس ده في دفاتري ب 350، لازم اعمل له امبيرد. يبقى انا اول حاجه عملت الريكفرابيلتي تيست، قارنت الكارينج اماونت بالانديسكاونت. الكارينج اماونت هنا كانت ب 350 جنيه، الانديسكاونت الكاش فلو كانت ب 350,000 سوري، بقت هنا بايه وهنا الانديسكاونتد هيجيب لي فلوس 300,000، فهنا لا ده نوت ريكفربل، فهعمل له ايه؟ هعمل له امبيرد تيست. فلما اعمل له امبيرد تيست قال لك هيبقى ايه؟ قال لك لازم اشوف الفير فاليو بتاعته بكام، فلقيت الفير فاليو بتاعته ب 230. فهطرح ال 350 من ال 230 هيديني كام؟ 20 ايه؟ 1,000 دولار. هو ده اللي انا هعترف بيهم كايه؟ كامبيرمنت لوس عندي في الانكم ستيتمنت. تاني، انا قارنت الانديسكاونت الكاش فلو او الفلوس اللي جايه لي من الكابي رايتس دي بثمن الكابي رايتس ذات نفسها. لقيتها هي ب 350 هتجيب لي 300. فمعناها اللي ده نوت ريكفرابل، يبقى انا طبقت الريكفرابيلتي تيست خلاص، ده مش جايب هم. يبقى انا لو لقيتها نوت ريكفرابل لازم اطبق حاجه اسمها الامبيرد بقى. ها ايه؟ هقلل من قيمه الاصل، هشوف الاصل ده عندي بكام؟ ب 350، والفير فاليو بتاعته ب 230 اهو. 350 ناقص 230 يبقى ال 20,000 دولار هعترف بيهم كايه؟ كمصروف، كخساره عندي في الايه؟ في قوائم الدخل بايه؟ ب 20,000. لو انا دلوقتي بقى عندي اصل intangible assets ملهاش عمر افتراضي معين، زي ايه؟ زي الجودويل. يعني لو انا عندي السمعه بتاعتك دي، سمعه المكان دي بتعتبر intangible assets بس ملهاش عمر افتراضي، محدش يقدر يحدد سمعة المكان دي هتنتهي امتى ولا ما. فاهمين؟ طب قال لك في الحالة دي انا مش هقدر اطبق نفس الطريقة اللي فاتت دي. ليه؟ لان الطريقة اللي فاتت بتقول لك اعمل recoverability test. انا هنا قال لك we cannot made recoverability test. انا هنا مش هقدر اعمل recoverability test. ليه؟ ليه يا عم مش تقدر تعمل recoverability test؟ قال لك because these assets don't have definite useful life. انا معرفش عمره الافتراضي قد ايه، فانا مش هقدر احدد هو هيجيب لي قد ايه، لان انا معرفش هو عمره الافتراضي باقي. يعني مش انا بقول انا بحدد هيجيب لي ايه في باقي عمره الافتراضي. انا معلم لك حتى هنا ريمايندنج يوسفول لايف، يعني هو باقي له 3 سنين هيجيب لي فيهم 300,000. انا هنا معرفش هو باقي له قد ايه، عشان كده مش هقدر احدد هو هيجيب لي قد ايه. فاهم؟ طب سول undiscounted cash flow will be difficult to calculate. انا مش هقدر اهو بقول لك من الصعوبه اللي انا احدد الفلوس اللي هتجيبها لي من بقيه عمره الافتراضي، لان انا ما اعرفش اصلا هو عمره الافتراضي قد ايه. As we can't determine the remaining useful life، عشان انا مش قادر اصلا احسب ايه اليوسفول لايف. طب قال لك طب هنا الاول تعرف الجود ويل دي بتيجي منين؟ قال لك الجود ويل بتظهر لما بعمل قوائم مالية مجمعة. appear in consolidated financial statement. امتى؟ امتى بعمل ايه؟ قال لك لو انت دلوقتي رايح تشترك الشركة، لو انا شركة رايح استحوذ على شركة تانية.
ودفعت سعر أعلى من الفير فاليو بتاعت الشركة التانية اللي أنا راح أشتريها. يعني لو أنا شركة A راح أشتري شركة B، فشركة B دي تساوي 100,000، أنا واحد رحت دافع فيها 150,000 جنيه، فال50,000 جنيه الفرق دي قال لك ده أنت دفعتها ليه؟ قلت له عشان سمعة المكان تستاهل 50,000 جنيه. فهنا قال لك الجودويل هو عبارة عن إيه؟ البرايس بيد ناقص الفير فاليو اوف نت اسيتس. يعني انت دلوقتي دفعت 150 رغم ان الشركه دي بتساوي 100,000 جنيه بس، قال لك ما هو الفرق انا اعتبرته جود ويل، ده انا دفعته عشان خاطر سمعه المكان ده حلو. يعني لو انت رحت تشتري مطعم سمعته حلوه قوي، هو يساوي 100,000، لقيت الراجل بيقول لك انا عايز 150، تقول له لا يا عم ده هو يساوي 100,000، قال لك يا عم بس سمعته هيجيب لك زباين، رحت انت دافع ال 50,000 جنيه دي نظير ايه؟ والله ده عشان خاطر ايه؟ سمعته الحلو. طب كل ايه ده علاقته بالامورتايزيشن سوري بالامبيرمنت؟ انا بجاي لك واحده واحده، انا بعرف لك الاول الانتنجبل اسيتس دي عباره عن ايه وازاي بهلك بعمل لها امبيرمنت، ده هعرفه دلوقتي. طب هعرفه من خلال ايه؟ المثال الجاي ده. سوري يا شباب معلش، هعرفه من خلال المثال الجاي ده. طب المثال ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك اللي كامباني ايه ويل بي مليون دولار تو اكواير كامباني بي. كامباني ايه هتدفع مليون دولار عشان تشتري كامباني بي، ويتش فير فاليو 800,000، بس كامباني بي اصلا ما تساويش الا 800,000، فكده الفرق ما بينهم ايه؟ طب دفعت ال 200,000 جنيه الزياده دول ليه؟ عشان الجود ويل. يبقى انا بقول البرايس بيت مليون ناقص 800,000 الفير فاليو، يبقى كده الايه ال 200,000 دول عشان السمعه الحلوه بتاعت المكان. قال لك يبقى انا عندي جود ويل كده في الميزانيه بكام؟ بتظهر في الميزانيه بكام؟ او سوري في الـ في الـ في الجود ويل سوري معلش في الاسيتس في الاصل. اه ما هي في الميزانيه معلش يا شباب انا اتلخبطت عشان هتلاقوني في المحاسبه بالعربي مش قد كده. طب فهنا دي هتظهر في الميزانيه او في البالانس شيت بكام؟ ب 200,000. يبقى انا عندي انتنجبل اسيتس او جود ويل ب 200,000. طب ال 200,000 دول بقى امتى اعمل لهم امبيرمنت؟ قال لك اهو لو بعد سنه من الشراء after one year of acquisition company A ريميجر عملت ريميجر لشركه B and found that the fair value it declined to 900,000. يعني الشركة اللي انت اشتريتيها بمليون جنيه بقت ب 900,000. طب يبقى في 100,000 جنيه دول لازم يقلوا، هاخدهم منين؟ من الجود ويل. يبقى الجود ويل دلوقتي هتبقى ب 100 بدل من 200، وال 100 دي اللي انا خدتها من الجود ويل هعترف بيها كايه؟ كمصروف امبيرمنت لوس او كخساره في الايه؟ في قوائم الدخل. هو ده الامبيرمنت اللي بيعمله ايه؟ للجود ويل. يبقى الجود ويل ليها طريقه امبيرمنت مخصوص زي ما اثبتت لكم او زي ما وضحت لكم في الاكزامبل ده. طب الانتنجبل اسيتس يا شباب بتمر بايه؟ بقضايا كتير قوي. يعني انا وانا بشرح لكم في اول المحاضره بقول لكم ايه؟ بقول لك انت دلوقتي لو حد نشر كتاب جلايم ببلاش للناس الشركه تروح تقاضيه، لو حد فتح فرع لشركة تانية أو لمطعم من غير ما ياخد الفرانشايز بتروح تقاضيه، لو شركة اخترعت دواء وشركة تانية من غير ما تاخد منها براءة اختراع فراحت صنعته بتروح تقاضيه. فهنا عايزين نعرف الاكاونتنج ويز بتاعت القضايا اللي ليها علاقة بالانتنجبل اسيتس. قال لك لو سكسسفول ليجيسليشن، لو القضية دي نجحت فبتاخد كل مصاريف القضية دي بتعلي بيها قيمة الأصل، لو سقطت بتعتبرها اكسبنس. طب نلخص الكلام ده ايه في اكزامبل. طب انا عندي الشركه الالمانيه دلوقتي اثبتت في دفاترها الباتنس دي بكام؟ بمليون جنيه صح. طب لو قلنا ان الشركه المصريه راحت سرقت براءه الاختراع دي وصنعت الدواء
راحت الشركة الألمانية مقاضياها فدفعت مصاريف قضايا لجيشيشن فيز، دفعت مصاريف قضايا $500,000. استنى اكبر لكم بس الصورة الخط عشان تشوف. راحت دفعت $500,000. عايزين نتعامل مع الكيس دي لو القضية دي successful يعني نجحت وقدرت تنجح، أو القضية دي unsuccessful سقطت. طبعا أنا كاتب السبيلنج غلط عشان أنا بكتب بسرعة يعني فاهمين، بس دي تبقى لكم بالعربي يعني عشان إيه نجحت وهنا سقطت عشان أنا إيه مش لسه قاعدة سبيلنج، إحنا بنسجل المحاضرة. طبعا لو القضية دي نجحت قال لك ال 500,000 دول دخلهم ضمن يعني اعمل لهم حاجة اسمها كابيتالايز. لو سقطت اعتبرهم اكسبنس. طب تعالى كده مع بعض نعتبرها نجحت، هروح قايل ايه لو هي نجحت؟ هعمل القلقة الآتي، هقول من حساب الانتانجبل اسيتس ب 500,000 الحساب الكاش هيقل ب 500,000. يبقى انا دلوقتي هتظهر عندي في الميزانيه الانتنجبل اسيتس بكام؟ بمليون و500، مش بمليون بس، يبقى الانتنجبل اسيتس او البيتنتس هتظهر عندي في الميزانيه كده بمليون و500. ده في حالة القضية نجحت اهي بالانس شيت عشان بس الناس وهي بتذاكر تفهم. بالانس شيت يبقى هتظهر في البالانس شيت بمليون و500. ليه؟ لان هي دفعت مصاريف قضية رفعها على الشركة المصرية وكسبتها. طب قال لك طب لو سقطت، تعال نعملها فوق شوية هنا بقى. لو سقطت قال لك لو سقطت فال 500,000 دول انا بعتبرهم مصروف عادي، فبقول من حساب الاكسبنس ب 500,000 لحساب الكاش 500,000. بس كده خلصت المعالجه المحاسبيه بتاعت القضايا اللي ليها علاقه بايه؟ بالاصول الثابته الغير ملموسه. كده انا خلصت الاصول الثابته كلها، سواء اصول ثابته ملموسه او اصول ثابته غير ملموسه. ان شاء الله يبقى انتوا كده خدتوا طوال الكورس ده معايا، خدنا اتكلمنا عن الاكاونتنج سايكل بشكل كامل، واتكلمنا عن المعالجات المحسبيه للاصول المتداوله، واتكلمنا عن المعالجه المحسبيه للاصول الثابته. هنتكلم اخر حاجه على محاضرتين، او اخر حاجه في الكورس هناخدها على محاضرتين اللي هي الاعتراف بالاراد. ويبقى كده خلصنا كورس المحاسبه الماليه، ونبتدي نشوف هندي الكورسات الجايه. زي ما كنت قلت لكم الكورس الجاي ان شاء الله هيبقى المعالجه المحاسبيه للاستثمارات في الاوراق الماليه. شكرا على وقتكم، ويا رب تستفيدوا. لو اي اسئله عن طريق الواتساب، لو اي حد عايز ينضم للمجموعه بتاعه البرايفت كورس برضه يتواصل معايا على الواتساب عشان يعرف المصاريف ايه بتاعه الكورس، او تكلفه الكورس ايه، والكورس بيتشرح ازاي. وآسف لو طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.